يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل في ذلك دليل على فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟ وكيف أخذ العلماء فضل الصلاة فيها من هذا الحديث؟ ما في شك من هذا فيه فضل الصلاة في الروضة، لأنها روضة من رياض الجنة، فما قال هذا إلا للترغيب في الصلاة فيها. نعم.